مرحبا، أنا موجود معكم اليوم لأقدم النسخة الأولى من نيكس أريبيا فيس أورز. القصة قصة فن الميك أب وفن البلوجينج. ثلاث تحديات رح يكشفوا عنهم المدربين بانتظاركم من نيكس أريبيا فيس أورز. أما أنا فرح رفقكم لأعلن عن أسماء الفائزين أو المتأهلين بكل مرحلة من المراحل. بالجولة الأولى 20 مشترك رح يتم اختيارهم من قبل لجنة نيكس أريبيا، ومن بعدها أنتوا بتصويتكم رح تحددوا أي ستة من هالعشرين رح يتأهلوا على الجولة الثانية. مين الرابح؟ الرانديفو طبعاً رح يكون سوا على البينك كاربت إيفنت يلي من خلاله رح يتم الإعلان عن الموهبة يلي رح تفوز بلقب ميك أب بلوجر العرب لسنة 2016. تابعوا صفحة نيكس أريبيا على الإنستغرام يلي من خلالها رح يتم الإعلان عن بداية المسابقة وآخر أخبار المشتركين. وأنا بدوري بدي أقول لكم good luck.